عليكم محمد الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 130 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين من الصفر حتى الاحتراف. عندنا بعض التعليقات للمتابعين. حلقتنا لهذا اليوم هي كلمة challenge، سوف نشرحها في التفصيل في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشارك هذا المنشور لجميع أصدقائك. هيا لنبدأ بكلمة challenge. challenge تأتي بمعنى تحدي، تأتي بمعنى خطر، اعترض أو أوقفه. challenge. لا تنسى تكرر العبارة 5 مرات وجميع العبارات، واكتبها في كراسك أيضا، كررها بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. challenge. إذا المثال الأول على كلمة challenge: a new way of life. طريقة جديدة of life that would challenge them. طريقة جديدة الحياة التي تتحداهم أو تشكل عائق أو تحدي لهم. A new way of life that would challenge them. مثال الثاني على كلمة challenge: I like a challenge. أنا أحب التحدي. Once in a while. أحب التحدي من حين لآخر. I like a challenge once in a while. اقرأ معي هذه الجملة: I like a challenge once in a while. أما الآن المرادفات لكلمة challenge: beard تحدي، take on أيضا تحدي، advice هنا تأتي معنى خطر، object اعترض. هذه من المرادفات. أما الآن ضع كلمة challenge في جملة. استخدم كلمة challenge في جملة واكتبها في التعليق أسفل هذا الفيديو. إذن شكرا لك على المتابعة، انتظرنا في الحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا، وهي كلمة chance. سوف نشرحها بالتفصيل، انتظرونا قريبا. إلى اللقاء.